واحد بيقول في القطعة الثالثة من صلاة الساعة الثالثة في الأدعية، هي إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله في باب السماء. يقول هل المقصود بالهيكل هيكل الله؟ طبعا. أم هيئة من الهيكل المسمى على اسم العذراء؟ هي إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس، مش في هيكلك، لا، في هيكل الله